والله شعرها حلو. يا سلام، أنا جبت لأختي لوجين هدية وحلوة العروسة ومعها ننة. لوجين مرة تحب الننة. يا سلام، والله مرة حلوة لوجين، شكلها راح تعجبها عشان معها دونات ومعها صحن معها ملعقة شوكة ملحقة. ما شاء الله، ليلو وش جايبة؟ أنا جايبة العروسة الجيجي عشان أهدم أختي الصغيرة. يلا يا جيجي خلينا نفتحها. ما شاء الله، أكيد أكيد لازم أشارككم. طيب يا عماد، تعال فك العروسة. إيه يلا تمام. شوف يا عماد، هذه الدونات وهذه الدونات وهذه الدونات وهذه الدونات. ما شاء الله، والله حلوة لعبة جيجي. أنا ما أجيب الجيجي إلا الشيء الحلو. والله لوجين تستاهل. يلا خلونا نفكها. يلا وشي من ورا يا ليلى عشان تلفك على طول. بعدين روح جيبي لي مويه. طيب ابشر. لازم ما اقلب ليلى، باخذها ونحاش في الحوش. ما جبت لك مويه. عماد وين يا جيجي؟ وين راح؟ يا سلام، والله لعبة ليلى حلوة، بلعب فيها بعدين أعطيها لوجين. ما شاء الله تلعب فيها، هذه حقت بنات. جبها. ليلى اسمعي ليلى، والله إنها حلوة يا ليلى. جبها. يا أختي تكفين. بحشر لك لعبة. ما معي. طيب هذه حقت بنات. أقول عطني إياها بلعب فيها بس، شكلها تشتغل. يعني جبها كذا أشغلها لك. لا لا لا، ما يحتاج أقول وخري بس. جبها. ما تشتغل. لا تخربها. والله شعرها حلو بنت ليلى. واو. ما شاء الله، تبين شعرها ليلى؟ والله العظيم يويو جبه. وش دخل يويو الحين اللعبة لعبة لوجين؟ شوف لا تخرب. خلاص خذي لعبتك، انا اروح اشتري السكوت. يلا يا جيجي خلينا نلعب. خلاص بلعب معكم. طيب. يلا. بحط لنا موية. بالله. لا ما يحتاج نفك اي شيء الدونات. والله حارة. بحطها موية، يلا يا عماد فكها. ماني فاك ولا ماني معبيها، خلاص طفشت من دي. بروح العب سكوت الرزية. ما شاء الله، وين رايحة؟ أنا كني رايحة بقالة بس جيت عشان أخذك. شاطرة جل، يلا مشينا بقالة. يلا الليلة وصلنا البقالة، الحين مش تبين تشرين؟ أبشتي آيس كريمات. يلا صوتك هذا يا عماد، رح جيب كيس. يلا بجيب لك كيس. الحين باخذ آيس كريمات كثيرة وأعدي أنا سويويو. يلا يا ليلى جيب لك كيس، كم تبين تاخذين آيس كريم؟ 10. يا ساتر، خلاص يلا اسمعي، باقي 9 حبات. يلا بسرعة. لا راح اجيب كيس. ما عليك، لا يكفي. يلا الحين ما اكفى. والله بطيخ يا عماد، هذا انا سوي ما راح ياخذونه، انا على طول اباخذ. خلاص ما عليك، يلا. اجي باقي اشتري لك البطيخ. باخذ هذا. واو ليلى، تجيب لي واحد معك. هذا؟ ايه. اوكي. ليلى يلا باقي اثنين. خلت تزود اثنين، تزود اثنين ليلى مرة ثانية. تصير تكون 10، بعد خلاص يا ليلى. خلاص يلا باقي اخر واحد، يلا اختار. هذا اخر واحد. خلاص يا ليلى، هذا الحين تراها 10. ركز ترى البطيخ حقي. خلاص يا ليلى. ها كم حسابك؟ 10 ريال. ماد عطى 10. طيب. يلا يا ليلى بسرعة، طق الباب بسرعة، والله الشمس قوية. طق الباب. هلا ليلى، وش معاك؟ هلا أنس. يويو أنا معايا آيس كريم. اسمع، احنا بنعطيكم آيس كريمات. طيب. يلا يويو. عشان درجة الحرارة مرة 50 وحار. شوكلت. يويو خذ الشوكلت مع الفانيليا. لا خذ هذا. واو حلو. صح حلو يا يويو صح؟ أكيد حلو مع ذا الحر، والله هو حلو أكيد. ما شاء الله باكل. اعطي لوجين. تبغين جيجي؟ ايوه اعطيها يا ليلى بسرعه. يلا مع السلامة. مع السلامة. انا لازم اروح النواف واخذ السكوتر منه، بروح للبقالة. ليلى وش فيك جالسة هنا لحالك؟ انا جالسة وبخطط اخذ سكوتر النواف ونحاش فيه واروح البقالة فيه. طيب نواف ترى مع المفتاح، كيف تبين تاخذينه؟
أنا عندي خطة حلوة، تعال بنت يجي معاي. خطة حلوة خطة حلوة، الحين يطردنا في الشارع. يلا نشوف سرعة. ترى وراك يا ليلى. ليلى، شكوت الحقك وينه اللي زعجتينا عنه تقول جالس لقى بس لقى؟ وينه؟ هنا نعمان. وش؟ أنا شايفته أمس. نعمان، بعدين أنا ما راح أسرقه، باخذه. يلا يا ليلى اسمع نبي نشوفه شوي شوي طيب؟ طيب طيب. بس اسمع أول ما يطلع صوت لازم نسبل ولا أي شيء طيب؟ لا لازم ناخذه. كيف ناخذه؟ أوف ألف كفر عينك. لا عادي. طيب هاي ما هذا مشكلة أنت. لا لا يا نمشاج ما في مشكلة خلاص خلاص خذوا سكوتر مع السلامة مع السلامة. يلا يا ماذا مع السلامة خلاص. يا ليلى راح يكشفوني بس أنت ما تفهمين. أسليم أخذتها على طول شلتها. طيب كيف ثقيل ترى. طيب لا بنروح عند أنس ويوي ويلعب معهم رجل. هذا الحل الوحيد. يا جيجي بعد بعد إحنا الحلول ما يطيح. أنا بوزع على أنس ويويو. يا عماد يا عماد. وش فيك يا ليلى؟ يلا جيب جيب الاغراض هذا وين تبين توديني يا ريل لو اخذتها بوديها انا سيويو وجوجو وكل الناس وعماد البقت وبخليهن بكره انا اكلهم كلهم طيب انا لي شيء انت تاخذ كله حلاوه بس والباقي كله لك اي انا شريته يا عماد بفلوس غاليه طيب جيجي اللي تحت تحاول تاخذ وش لها لها حبه كندر والله يا ريل ترى كذا انت ظالمه انت لا تشغلني يلا مشينا يلا مشينا ناخذ جيجي ايه بلبس شوز يا عماد يلا اجل بسرعه انا انتظرك بالسياره يا عماد ذولي ما راح يفتحون شكلهم نايمين يا ليلى قاموا نايمين بسرعه زجيهم ها يا عماد المعلوم نايمين شوف يا عماد اصبر ترى كل واحد يا عماد وشو اللي يبغى هذا ياخذه ما ياخذ حلا وثاني ما ياخذ ليلى الكندر ترى احلى خلي ياخذون هذا عماد اص انا اعرف يا عماد اللي يدق الدرس انا ليلى شوفوا انا جبت لكم حلاوه شوفوا بس تاخذون حبه واحده تبغى كندر ولا هذه الحلاوه يبغى كندر يلا عطى عماد بس حبه لا لا انا هو بياخذ وياخذ يلا خذ وانا تبي كندر ولا حلاوه وش فيها الحلاوه ما ادري بسرعه اختار باخذ كندر اوف يلا تاخذ كندر شكرا مع السلامة يلا يا ليلى مشينا نعطي نواف وعبودي ان شاء الله نواف جاي ان شاء الله بس خايف عبودي ياخذهم كلهم لا يا ليلى انا معك ما عليك يووو هذه بشتغل معاه حلاوة كندر ها عبودي وين نواف؟ نواف نايم أما نايم طيب اسمع اختار سبي كندر ولا حلاوه هذا حقات بنات يا اخوي ترى هذا حلا حق بنات ولا عيال ترى ما تفرق اهم شيء انك تاكل يا عبودي شوف هذا انت ولد صح لا تاخذ خذ كندر حق احد والله ترى حلو بعد ما تشوف مكتوب بنات كندر هنا يا اخوي ما عليك تبي ولا لا عطني واحده يلا تستاهل ثنتين يا عبودي من هنا لا مشكور يلا مع السلامه جاي طلعها طيب تعال جي احنا بنروح يا ليلى لا بنروح لجوجو وساره يلا مشينا يا ليلى مشينا نطق الباب على ساره وجوجو يلا ان شاء الله عاد يفتحون بطق الجرس يلا طق الجرس ليلى بسرعه يلا ها والله العظيم يا ليلى طولوا مره ما عليك يا عماد يا بيجون مين اللي يطق الباب؟ ما ادري افتح انا ليلى حول اخيرا فتحتوا ترى مره طولتوا طيب ما شاء الله وش هذا يلا اختار وين تبين كندر ولا حلاوه؟ حلاوه يلا خذي
شكرا شكرا. سلو ايش تبغين، حلاوه ولا كندر؟ ابي حلاوه وكندر. ما شاء الله طماعه. يلا خذي. يلا يلا خذي كندر. شكرا لكم، مع السلامه. يلا مع السلامه. يلا يلا مشينا. يلا يلا بسم الله. واو يا عماد، شوف انا لازم اجيب صديقتي لولو كيكه. ما شاء الله، بس وش المناسبه؟ مناسبة نجاحها ومناسبة العيد. طيب وش تبين لون الكيكة؟ أبي لونها أحمر يا عماد. يلا مشينا. يلا يلا مشينا. يلا يلا يا ليلى، طق الباب عليهم. ليلى أقوى. مين مين؟ أوه جبنا كيكة. وحنا حتى انتم بس راح تاكلون معانا. يلا يا عماد خلنا نروح لدخل. يلا يلا مشينا. بخرب عليهم. ليلى روحي نادي لولو وانا بحط الكيكة هنا. يلا يلا يا عماد. يا يويو مرة تأخر، وينهم؟ اصبر يا اخوي. طيب طيب شو في هذا منفس؟ انا جبت لكم السحور. كفو والله يا ذيب كفو، حطي حطي. يلا الحين ناقصنا بس لولو تجي وخلاص. اصبر انت اصبر. خلاص يا اخوي انا مصبر، ما جيت لا لولو ولا ليلى. يلا يلا تعالي تعالي، شوف عندي لك مفاجأة. يلا واحد اثنين ثلاثة. واو وش المناسبة يا ليلى؟ هذه مناسبة نجاحك والعيد. واو شكرا. يلا يلا نبي نقطع الكيكة. اضرب براك. ما احنا مصبرين يا اخوي، من اليوم احنا نصبر. يلا يلا بسم الله. واو طيب شلون نقطعها؟ ما في سكين. يلا يا توت روح اجيب السكين. طيب يا عماد قطع لي مع التوت وانا لولو. يلا وجت السكينة، الحين يلا بنقطع اول واحدة اللولو لان هي مناسبة لولو. طيب يا عماد انا ابغى بلو بيري. يلا يلا انا يا عماد قطع اللولو بلو بيري. وانا بعد وانا. يلا يلا هذه اللولو، خذي يا لولو. شكرا. يلا يا عماد انا يلا الحين دور مين؟ انا ليلى الحين. عماد ابغى التوت، ابغى بلو بيري قصدي. خلاص يلا يلا الحين انا ابغى التوت. ترى ما في توت ثنتين، يعني على ايش؟ خلاص اصبر ترى كيكة. يلا لو باري عماد بلبل. خلاص حلوة. قولي والله هذا ما حلو. يا مني الحين انا يلا الحين دور توتو. يعني انا اخر واحد؟ لا لا الحين انت يويو، بسوي شيء البنات. يامي يلا الحين انا. يلا يلا الحين جاء دورك. وانا الظاهر حقي. انت لك هذا كله يا يويو. يا سلام، ايش رايك المفاجأة يا لولو؟ حلوة مرة. ما انا بناكل. يلا يلا سم بالله. الحمد لله فتحت مطعم. يا سلام عنده برجر كثير. من اللي عنده برجر كثير؟ الوصف عنده برجر كثير. تكفى يا عماد لا ابغى نروح نشري منه. برجر؟ من وين جيته برجر اصلا؟ وين عنده فاتح محل. اجل يلا يلا مشينا له. يلا 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 تعالوا برجر على كيف كيفك. تعالوا 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 برجر برجر. يلا يلا جينا جينا. خير 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 ان شاء الله، ترى بفلوس مو فاتح بلاش انا. ايه يا نواف احنا اصلا جايين عشان نشري منك. ايه بس معكم فلوس اكيد. ايه مع اخوي يا عماد بايع غنم العيد. ايه بايع الضحايا ما شاء الله عليكم. يلا يلا ايش تبغون؟ نبي برجر اطفال. عطنا اربعة. كيف انتم ثلاثة؟ يا اخوي اختي الصغيرة نسيتها. ها؟ ايه خلاص شفتها شفتها. اربعة بستين ريال. لا يا حبيبي كيف بستين ريال؟ حبيبي انت بايع عن الضحية بألف وربعمية حبيبي. ايه طيب ترى هذي غير عن الضحية. شلون غير؟ ترى كذا تسويها خلاص تسوي برجر في الضحية. هذي برجر ترى ما هي ضحية كاملة. عطنا برجر يا نواف. يا اخوي اسكت انت اسكت. عطنا برجر اقول. عطني يا اخوي وش بك غالي انت؟ هذا السعر يا اخوي، تبغون ولا اضف وجيكم؟ لا لا نبي ناخذ، وش اللي اضف وجيكم؟ يا نواف لازم تعطيني برجر. الحين اعطيك برجر. يلا اعطني فلوسك يا عماد عشان اعطيك من البرجر. يلا يلا هذه 40 ريال. السعر 60 ريال يا اخوي مو ب 40. خذ الفلوس بعدين اعطيك الباقي. ايش
لكم. فصلت لكم فلوس عطا برقه. يلا يلا كل واحد ياخذ واحده. يلا انا اعطيكم. يلا 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 خذوا واحده. الله يعطيك العافيه نوف، بعدين نعطيك الباقي. يلا يلا الله يعافيكم. يلا وين الشفاط؟ الشفاط ما في شفاط. يلا توكل على الله. يلا يا عماد هذه غلطه مره بايخه. اي والله انا بايخ. شين البخت اكل قلت بايخ. انت البايخ مو الاكل. رجع رجع اغراضي. تعالوا تعالوا. الحمد لله حشنا حشنا. يس دا صدق عماد هذه نهايتها. هد هد يا ريلا عشان بطني 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 كسرت من اكل اللحم. بطني انا كنت مرمز ولا عم كثرت الله يهديك يا ليلى. اجلس اجلس اجلس. اي بطني خلاص خلاص اسمع. ليش في بطن كثرت؟ اكيد لازم تخف شوي يا علي. ايوه الخروف جابوه الناس هذاك الخروف متسمم وانا كنت كثير كثير بعدين تسمم. خلاص لازم تخفيني شوي. خلاص انا تدق على الدكتور. يا ولد بطني يرجع يا اخوي. يا اخوي يمكن هي كاثر مكثره. اي مكثره اكيد. شوي روح شيء. وش فيكم تهوشون انتم؟ طيب وش الخروف اللي اكلتيه؟ حق العيد حق العيد. بس خروف اكلتي متاكده؟ حلويات ورز وكل شيء. ايه ملخبطه هجه. ايه الحين يبينا دكتور. تكفى يا عماد انا والله بطني يوجعني. الحين يا ولد الدكتور مسكر في العيد، لازم ندق عليه يا ولد. تكفى انا اختكم صغيره دقوا. يلا يلا اخلص عليه يا عماد. دق دق دق. يلا 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 بسرعه يا ولد. كلمه كلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. من عايدين والفايزين. يا دكتور اختنا مريضه مكثره من اللحم. مكثره مكثره حلويات بعد. واحد ولا اثنين اللي يتكلمون؟ لا لا حنا اخوانها. حنا اثنين يا دكتور. تعال اخلص بطني. ايه لحم وشوي. اي ايوه يا دكتور حلويات بعد مره كثير الحلويات. هو تخلي يستعجل خليه يجي. سبعه يا دكتور تكفى تعال. انا تعبانه بطني وجعني. يلا يلا جايكم. الله يشغلكم يا شيخ، حتى العيد ما تعنى فيه. زين الدكتور وش يقول؟ الحين الحين بيجي يا ليلى. السلام عليكم. اعوذ بالله شغلتوني حتى العيد ما شغلتوني. دكتور تعال 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 اختي تعبانه. تعال تعال هذه هذه شوف 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 تعبانه. اكلت من اللحم واكلت من ابره. ايه ابره ابره. لا ما في راسه. خلاص ما فيني تعب. خلاص وش اللي ما فيني تعب؟ تعب حكينا علينا انت. ولا يا دكتور من اليوم تعبانه بطني ويوجعها. يا دكتور ما ابي ابره بس ابغى الدواء. الدواء والابره. تبغى يا دكتور؟ لا 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 امسكوا اختكم بدينا ورجلين. طيب طيب يلا. والله انت تعبانه. اشكي يا ليلى انت ليش تخربين؟ ليش؟ لا خلاص خلاص الحين تخف الحين تخف. خلاص هد هد يا ليلى عشان مسكو مسكو. لا 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 يا ليلى اسكتي خلي الدكتور يشوف شغله. خلاص خلاص ابغى تخفي. اخفي خلاص يا ليلى الحين راح الطبيب. الحمد لله اشوى. اقول لا تاكلون الحلويات ولحم وبطاطس، لا تخلطونها كلها يا اخوي، لا تاكلون. يلا خلاص خلاص ابشر يا دكتور من عيون. يلا الحين مع السلامه. يلا مع السلامه يا دكتور. ما قصرت والله. لا تاكلين عاد. خلاص والله ما راح اكل حلويات ولا لحم. يا ولد يا ولد اصبر. راح للبيت راح للبيت. انزل يا ولد مالك مكان. يلا يا ليلى تعالي تعالي بنسافر. يلا يا ليلى بنسافر. يلا استعجلي يا اخي. ليلى اخرتنا وش بينا نسافر؟ روق المانجا يا عماد. يلا الحين تجي ليلى. ليلى تعالي بسرعه. اشخلتوني اشخلتوني. يلا يلا مشينا يا ليلى. يلا يعني مشينا. يلا يلا مشينا يا ليلى. يلا يلا مشينا يا جاي نمشي. يلا يلا يا ليلى استعجل استعجل. يلا بسرعة هناك نعال بسرعة بسرعة. يلا 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 مشينا. يا رب نسافر عطلة ونتمشى. يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا افتح يلا افتح سيارة يا علي. يلا افتح سيارة مو معي. معك انت ما افتح سيارة وانا ناسي. اي اي امشي ما شاء الله. وين رايحين؟ يا اخي مسافرين يا نواف انت ايش تبي؟ بسافر معكم يا اخي. بجي معكم يا اخي. يا اخي انت ما منك فكه كل يوم تسمعنا. طيب وين بتروحون؟ يا اخوي نبغى نسافر. شل الاغراض بسرعه عندي. يلا يلا استعجل بسرعه بسرعه بسرعه. يا اخوي بروح معكم غصب. انت صاحي ولا ما انت صاحي؟ يا اخوي بروح معكم يا اخي بسافر. انا السنه ذي ماني مسافر يا اخوي. حنا بنعيد عند ناس.
طيب انا معكم يا اخي. يا لذا البلشه. اي والله يا ولد ما يفهم. انت اللي ما تفهم يا اخوي. ما انت رايح معنا؟ خلي وافي يروح معنا. اي صادقه يا اخوي. لا ما راح تروح. انت سكتي. راح لاهلك يا اخوي. راح لاهلك. والله روح معك وغصب. يا ولد يا ولد اصبر. راح للبيت. راح للبيت. انزل يا ولد. ما لك مكان. ولا تسافر معنا. صاحي انت. انزل انزل. ما عندك مكان. سافر يا اخي. توكل على الله بس. يلا يا قوه بالله. سكر الدب. والله يا هو جار مزعج يا اخوي. الولد هذا فيه نفسيه. تقول فيكم نفسيه. ما انا بسافر معكم يا اخي. يا اخوي لا لا خلاص ما تفهم. ان شاء الله مو عليكم. شرع علي انا اللي بسافر معكم. خلاص اقول راح لهلك. لا سامحك. راح توكل على الله. ايش ما تفهم؟ ها احترم الله وتفهم. هلا بكم. ليلى وش رايك نروح نلعب في الشارع؟ يلا مشينا. يلا جيجي يلا يلا. كيف حر؟ وش رجال نفسية؟ وش يسوي يا عبودي؟ والله مدري يا عبودي. لازم نمشي بشويش الحين كذا. كنا احنا نبي نزين البيت اوكي؟ كذا. هيه وين رايحين يا مبزرة؟ نبي نلعب. وش دخلك يا اخوك؟ اها قلت تعالوا تعالوا. ما راح نجيك. يلا يلا جي جي. تعالوا تعالوا تعالوا. يلا 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 هجينا هجينا. هذا وش مصرخون؟ يا عماد دام النفسية يبي يضربنا. ليش ليش يضربكم؟ يقول يا مالكم تطلعون برا. ليش تطلعون برا بعدين؟ حنا نبي نلعب والستايل. وين تبون تلعبون طيب؟ في البرحة اللي قدام. اللي قدام اللي قدام. لا قصده هذه البرحة اللي جنبها هذه اللي قدامنا. طيب يمكن سيارة تجي ولا شيء. بس ما عليكم اسمع. العبوا هنا. وش رايك فيه تراب وفيه؟ لا 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 هناك في تراب حلو كذا ناعم. خلاص طيب. بس شو الجار؟ هذا حجر يا عماد. شو فيه الجار طيب؟ تعال معنا. وش قال لكم طيب بالضبط؟ يقول اطلعتم والله لجلدكم. لجلدكم مو على كيفه. تكفى يا عماد تعال واضربه. لا لا هذا عيب. مهما كان ترى هذا جارنا بعدين نحترمه. ليش ما احترمنا؟ اي صح ليه ما احترمنا؟ هو خايف عليكم لانكم صغار بعدين دخلكم. لو شافني انا معكم ما راح يقول شيء. تعال معنا. يلا يلا امشوا. انا الكاميرا هذا شكله بشتري لي واحده زيها. السلام عليكم يا جار كيف حالك؟ لا سلام على كلام. مش عندك طالع انت والمبزرة؟ هذول اخواني نبي نلعب هنا. هنا وين يا ابوي؟ ما تعرف تتكلم انت؟ في البرحة يا اخوي هنا. انت ما تشوف؟ اقول ادخل داخل. لا ارنك في النعل الحين. يا ولد انت ايش وضعك؟ انت صاحي ولا ما انت صاحي؟ يا اخوي بتدخل غصب عنك. ولا بشوارع عالم ما بيشوفه وبتلعب هناك مو بتلعب عندي. يلا انقلع يلا. يا جار ترى احترمناك اكثر من اللازم. اقول انا محترمك اكثر من اللازم. ادخل داخل يا اخوي يلا. يا عماد خلنا ندخل. هذا مجنون. المجنون انت واخوك. اخوك الخيخه هذا. قول تعال تعال. احترمناك اكثر من اللازم. شكلك ما تحب الاحترام. انت ما تفهم. ها احترمناك ما تفهم. ما تفهم انت. ها يعمل لي سلم خلاص. خلني اشوفك ثاني مره بحارتنا والله ما ازين لك. انا بعد بس ما فيك والله افكه. اصيريله بفكه. بيهج خليه يجب كيفه. اغسل الخواف. هجيت ادخل داخل يلا. ما بكلمك تروح. والله يا ولد والله العظيم يا ولد اخواني ما يسمعون الكلام. يلا يا عبودي خلنا نروح للبقاله ونشري خبز مره حلوه. يلا 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 مش. ها وين رايحين انتم؟ احنا رايحين البقاله يا اخونا نواف. تعالوا تعالوا. ما هي بقاله يا ابو الشباب انتم وياهم. احنا يا نواف رايحين نشتري شوكليت ونرجع من البقالة. والله ما راح نتاخر ولا انت ودنا. لا وديكم ولا تطلعون البقالة. طب ليش ما سوينا شيء؟ ما سوينا جاي. اقول شكل بجلدكم انتم. على ايش طيب؟ اقول ادخلوا داخل داخل يلا يلا. انت وش ليش وش دخلك؟ لا يا شيخ انا اخوك الكبير. طيب انا اروح على البقاله انا واختي واجي. اقول ادخل هفك في علبه المويه الحين. هوا ليش وش سوينا يا اخونا؟ حنا وش لوينا صدق؟ انتم تدخلون ولا لا يا اخو؟
إيه نبغى ندخل. يلا يا ليلى مشينا. والله بنسرينا خسمت. عماد 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 شوف نواف ما يخلينا نروح البقالة. شو السالفة أول شيء ليلى؟ أول شيء نواف كنا حنا ماشيين نبي نروح البقالة وقال وين رايحين؟ كنا رايحين البقالة. قال ما راح تروحون. وبعدين قال والله لا هفكي في الموية. يهفك في الموية؟ أيوه. عماد تكفى. هل معكم أحد كبير؟ لا. يوم كنت بتروح البقالة أحد معكم كبير؟ لا. خلاص ليش تروحون أجل؟ طب تكفى أنت ودنا. الله يخليك. يلا يلا مشينا. طيب اروح اشوف نواف. اعوذ بالله حر والمبزرة ما يحسون بالحر. يلا يلا وين نواف يا عبد؟ هنا نواف. شوك عليهم. ما بقى الا انت اللي تمد يدك علي. يمزح معك يا ولد. اسمع خلهم يروحون البقالة. انت جاي من وسطه. عادي يا نواف تراهم صغار وانا بروح معهم. اصلا انت يبغالك ولي امر عشان تروح معهم. انت ورا ما تحترمني يا ولد. تراني قدك. اقول ادخل داخل اهفك بالجوال. يلا تعود من ابليس يا نواف. ترى عيب يا خلهم يروحون يا اخوي. اقول ما بكلم انت. صرخ علي. امشي هناك بس. امشي ارجع يلا ارجع اخدخ يلا. يا عماد ليه نواف يضربنا؟ عادي معصب بس خل واحد يجي هنا والله لو اوريه الشغل. عماد جد بلفر علي بقى. خلاص ما نقدر. هذا اخونا الكبير خلوه يرضى بعدين. خلاص يروق بعدين نروح او بكره. يا عماد انا مشتهيه شوكليت. وانا بعد يا عماد. خلاص انا اطلب لكم من البقاله. توصيل. خلاص يوصلنا البقاله. يلا يلا نطلب. يلا يا ميري نظفي الصاله. تعالي نظفيها. انت ما بكلمت كاتيك. انا فيك شغل كاتيك. نظفي الصاله ولا شوتك بالكوره الحين. انت كل يوم قرقر يا بيبي. وش فيها شغلتكم هذه؟ ما تشتغل زي العالم الناس اخوي. يا اخي والله ما ادري عنها. هذه ما هي بصاحيه. انت كثير مشكله. ميري سويت الجيجي حليب ولا لا؟ ما راح تسوي لها. هذه قالت تمسع على عيوننا ما هي فاضية لها. شكلي بشوتها بالكورة بوجهها. كل يوم جيجي كل يوم جيجي. انت ما في كويس. اشوت وجهك ها؟ ما بشوت انا. لا تشوتها يا عبودي خلها بحالها. تركها يا رجال يا عبودي خلها. هذه ما تفهم. والله انا اشوتها على وجهها. أقول روح سوي الجيجي حليب ولا يكثر. يلا رجال يا عماد خلنا نسحب عليه ونلعب. يلا يلا امشي. يلا يلا يا عبودي خلنا نلعب كورة. قدام أنت ما في خوف الله. يا أخي لا تشوتها مشان نلعب في الحوش يا عبودي. يلا يلا أنا لازم أخذ الجيجي. أنا ودي شارع. يلا يلا بيبي حبيبي. يلا يلا قومي قومي قومي. أنا ودي حلاوة. أنا ودي أنت كل شيء. يلا هاي. اخذت جيجي الشغالة. الحق بسرعة. وين تعالي وين تبي تودين اختنا؟ تعال وين تبي تودين اختنا؟ ها انا ودي زبالة. تبي تروحها بالشارع؟ امشي تعالي امشي. شغلة ما تفهم قايل. والله حين طلع زبالة. والله هذا حقة المسبح. كيف تطلعينها؟ انت يبغاها؟ ايه يبغاها خليها. هذا بتاخذ اختنا يا ولد وتضيع في الشارع تقول ضاعت. والله العظيم لازم نسفرها الحين. انا مريض. انت كذابة. انت مريضة. ايه انت كذابة. انا شو اسوي الحين؟ ما في اسوي شيء. يلا مشان الحين وديك المكتب. تعال يلا ايه تعال. ايش عندك انت؟ تاخذ سكوتري. اصبر يا ابن الحلال. يا سلام. عماد شوف العيد باقي له 5 ايام صح ولا صح؟ عماد لا بلاخذ السكوتر حق نواف. انا ما عندنا سكوتر في العيد. ليش يا ليلى؟ انت كل يوم انت عند نواف تبين تجلدين عشان السكوتر. بس اسمع يا ليلى يوم ناخذ السكوتر نبي ناخذ عشان العيد. انا ايش قلت لك يا عماد؟ يلا مشينا نبي نلفلها في العيد في السكوتر. يلا وانا جيجي. لا لوجين ما تروح معنا يا ليلى. احنا انا وياك ونواف عشان نقدر نتفاهم. طب جيجي ايش فيها ما راح تروح معانا؟ يا ليلى لوجين صغيره بعدين خايف تشغلنا. يا عماد وش تشغلنا فيه؟ يا ليلى بنروح انا وانت لحالنا تبين ولا لا؟ طب
طيب يا عماد يلا مشينا. بس يا عماد انتظر شوي، بدي تيجي على القطاوة عشان ما تبكي. أجل تلقيني برا يا ليلى. يلا مع السلامة يا عماد. يلا جيجي جو بيبي. يا عماد جيجي تبكي. يلا مشينا قبل لا تطلع. تراك شغلتنا يا عبود في اللعب. عادي عادي خلني استانس. يلا يا ليلى بسرعة. هذا مش الصوت ذا. ها نواف ترى دائما ليلى تاخذ الشكوتر وانت نايم. هل ولد كبول لازم اروح ادورهم. وانا بروح معك وانا بروح معك. اصبر يا ابن الحلال. ايش تبي انت ايش تبي تاخذه؟ يا اخي عشان لا تخاف العيد انت تعال معنا. اقطع رخصه انت ما كلمتك. وش تبي انت تاخذه؟ يا اخي بعتذر برجع لك يا خلاص. بس ابعد يا اخوي لا تاخذه بس. بعتذر متى؟ يا اخي عادي لو نعطيك فلوس. لا يا حبيبي ما تاخذه لو تعطيني قيمته يا رجال. يا حول الله يا نواف ايش فيك انت كل دايم علينا كذا؟ هاي ما قلت لك اسكتي. هي لا تتكلم عن اختي تراك زودتها. انا مسويته ولا انتم جايين تاخذون سكوتري؟ خلاص يا اخي ما ابغى سكوتري. خلوني اشوفكم لينا والله انا اوريكم العين الحمراء. ايه يلا انقلع يلا. هذه اخذتها اجل ها؟ يلا يلا مشينا يا ليلى.